يبدو أن موجة احتجاجات النشطاء البيئيين في لندن قد ارتفعت وتيرتها وزادت حدتها. المجموعات البيئية استهدفت صالة عرض تابعة لشركة سيارات أستون مارتن في وسط العاصمة وقاموا برش طلاء برتقالي على واجهتها. أعضاء منظمة أوقف النفط نظموا أيضا اعتصاما في منطقة باركلين في العاصمة البريطانية، حيث تقع صالة عرض شركة السيارات الرياضية الفاخرة. هذا التحرك جاء بعد أن سكبت ناشطتان الأسبوع الماضي معلبات حساء طماطم على إحدى لوحات فان جوغ في المتحف الوطني بلندن، لكن اللوحة كانت محمية بغلاف زجاجي. المنظمة استهدفت أيضا مقر شرطة العاصمة في لندن بهجوم بالطلاء قبل أن يبادر عناصر الشرطة إلى اعتقال 28 من المشاركين. وزيرة الداخلية البريطانية أعلنت على أنها ستقترح إجراءات متشددة هذا الأسبوع لمواجهة احتجاجات المجموعات البيئية. منظمة أوقف النفط صعدت حملتها منذ أن تعهدت حكومة التراس الجديدة بالسماح بعمليات تنقيب جديدة للوقود الأحفوري البحري لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب النزاع الروسي الأوكراني.